رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، إلا أن مظاهر التكافل الاجتماعي لا زالت حاضرة عشية عيد الأضحى. جمعية هالبيست وهران، ورغم قلة الداعمين والمتبرعين هذا العام، لكنها بادرت بتوزيع أكثر من 25 أضحية على العائلات المحتاجة. أنا هذا العام جات قليلة باسكو رانا عايشين الجائحة تاع كورونا، سي ان تي بو ديفيسيل، ما عرفتش لي دوناتور الناس بزاف لي توشاو لي كوميرس تاعهم وكاع، جونغ با روسي بوكو دون، على بها هاد الخطرة لو شيفر تاع كيفاش نضاري مدوها، صافي سي لا مواتي، هاد الخطرة بالك اون فا دوني 25 موطون إن شاء الله. وفي ظل استمرار انتشار وباء كورونا، فإن هذه الجمعية أخذت على عاتقها الالتزام بالإجراءات الوقائية قبل وأثناء عملية التوزيع. هذا العام درنا شويه تقسيم كان مختلف على المدارين، دارين نحطوا لهم في ديارهم. هذا العام درنا نقطه تاع كيما نقولوا حنا تاع التقاء وكاع، وين الناس هما يجوا يديروا كباشهم، وين حنا دبرنا لهم تاع المواصلات، اللي قاد يجي تاعها يجيب تاعها وكاع. دوك حنا نديروا قائمه اللي نقوها نعرفوها بلي عندنا شويه واحد المتطلبات، واحد لي كونديسيون نديروهم. دوك حنا اللي نشوفوه بلي يكون في هذه الكونديسيون كاع نمركوه ان شاء الله. وتقوم جمعيات اخرى بجمع وتوزيع الاضاحي حتى صبيحه يوم العيد وعلى مدار ايامه.